السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد منعم من قناة منعم أكاديمي. طبعا لو دي أول مرة ليك في القناة أتمنى أن تعمل سبسكرايب وتاخد لفة في بقية الفيديوهات، إن شاء الله هيفيدوك. تاني حاجة، في موضوع الفيديو بتاع النهاردة هيكون عن الإيميجز، فإزاي هنقدر نجيب الصورة بتاعة الأونر بتاع الريبريزيتوري اللي موجودة في البروجكت بتاعنا في كيت هاب ونعرضها عندنا بكل سهولة، وكمان الطريقة تكون نيتف من غير استخدام أي ثيرد لايبراري او استخدام اي بود او اس دي كي او فريم ورك. فعشان ما نطولش اكتر من كده يلا بينا نشوف الموضوع بتاعنا النهارده. في اخر مره كنا وقفنا زي ما قلنا اللي احنا خلاص عملنا البيجنيشن وشغال عادي ومفيش اي مشكله، بس احنا عايزين نعمل حاجه زياده، عايزين نحط الايمج بتاعه الاونر لكل ريبو من دولت او لكل ريبوزيتوري من دولت. فلو جينا كده هنا هنبص هنلاقي ان في جوه كل ريبوزيتوري، ده كده الريبوزيتوري بتاعتي، ان جوه كل ريبوزيتوري عندي في الاونر بيكون دوت، الاونر ده بيكون جواه الافاتار يو ار ال. تمام، فاحنا كده محتاجين نعمل اونر، هيكون الاونر ده بارت من ريبوزيتوري ومن جوه الاونر هنعمل افاتار يو ار ال. بس افاتار يو ار ال دي مش اي حد هيشوفها هيفهم اللي هي ليها علاقه بالايمج، فقال لك في حاجه بنعملها عشان نقدر نعمل حاجه زي كده او نقدر نعدل حاجه زي كده. فجينا هنا في الموديل بتاعنا، اول حاجه احنا زي ما قلنا عندنا struct owner، owner ده برضه هيبقى من نوع codable، المفروض يبقى جوه الاونر دوت الافاتار url. بس عشان حاجه زي كده وعشان احنا مش عايزينها تبقى كده، احنا عايزين مثلا يبقى اسمها ايه، owner image مثلا. فهنقول هنا let owner image دوت اللينك بتاع الايمج، فهنعمله string برضه، كله string كده. حد يقول لي طب ازاي هعرف الاي بي اي ان الاونر ايمج ديت هيبقى فيها او هي نفسها اللي بتشاور على الكي اللي اسمه الافاتار يو ار ال؟ هقول له من حاجات الكويسه في كودابل اللي احنا بنستخدم حاجه اسمها كودينج كيز. فهنقول له هنا انم كودينج كيز ديت تبقى فيها سترينج زي كده ما يكون ده الفاليو، وبرده الكودينج كي، الكودينج كي دوت هنا عامل زي الكي بتاعي. وهنقول له ان عندنا كيس واحده هنا بالنسبه للاستراكت دوت، الا وهي الاونر ايمج، وبيكون جواها وبيكون قصدي بتيكوال الكي بتاعها اللي هو الافاتار يو ار ال. ده كده بالنسبه لاول حاجه. وهنيجي هنا بدل النيم هنعمل ريفاكتور، بنعمل كليك يمين عادي ونعمل ريفاكتور ونعمل نيم، هنخليه هنا الريبوزيتوري هنا هي ريبوزيتوري نيم، ونخلي الار دي سمول عشان يبقى دي نفس التسميه او الكابيتال لتر بتاعه ابل. هنقول هنا دي الريبوزيتوري نيم، ممكن تبقى غلط شويه يعني بس مش مشكله. طب تمام، برضه هنعمل لها الانام بتاعها هي كمان، بس قبل ما نعمل الانام هنقول له ليت الاونر من النوع الاونر ده برضه اوبشنال. وهنيجي هنا نروح قايل له عندك نفس الكودينج كيز ديت، بس المره دي هنديها باختلاف ان عندنا الريبوزيتوري نيم هتبقى هنا معاها النيم، وهنعمل كيس الاونر هتبقى زي ما هي. لو زي ما هي بنسيبها كده ما بنغيرش فيها اي حاجه. تمام كده زي الفل، نجرب نعمل بيلد هنلاقيه شغال عادي ومفيش فيه اي مشكله. هنيجي بعد كده هنعمل ايه، هنروح رايحين بقى نعمل اصلا الايمج بتاعتنا في الريبوزيتوري سيل. هنيجي كده هنا ناخد الليبل ديت كده وهنكبر السيل شويه، وزي ما احنا متفقين لو عايز تمسح او لو عايز تشيل اي كونسترين ممكن اللي انت تدوس على الكونسترين وتعمل له ديليت، او ممكن عن طريق اللي انت تقف كده على السيل وتدوس على الكونسترين دوت، او تيجي هنا بالسايز انسبكتور بتاعك وتختار اللي انت عايز تمسحه. هنمسح هنا البوتوم والتوب بتوعي. تمام قال لك انت كده زي الفل. وهنحط الايمج فيو عادي خالص وهنصغره كده بايدينا دلوقتي، نعمل له كده ونديله الكونسترينز بتاعته واحده واحده. تمام احنا كل اللي هنعمله ان احنا نديله fixed height و fixed width وندهم له كده constraints، وبعد كده نديله
التوب والليدنج، وندوس على الاد كونسترينز بتاعتنا. كده اتظبطت الى حد ما. نيجي هنا على الليبل، كل اللي عايزينه ان احنا نعملها سنتر فيرتيكالي ونديها سبيس مع الايمج فيو. هنقول لها سنتر فيرتيكالي، بنعمل طبعا كنترول وندراج، ونديها الكونسترين بتاعها مع الايمج فيو، ممكن مثلا نخليها 5. كده كل حاجة شكلها متظبط، مفيش أي مشكلة، كل حاجة عندي تمام والدنيا ماشية زي الفل. طب ناقص إيه؟ ناقص اللي إحنا هنيجي هنا على الـ Repository Cell وناخد لها، هنيجي كده ناخد الـ Outlet للـ Image View بتاعي. سألوا ناخد الـ Outlet عشان ما نتلخبطش زي كل مرة. ناخد الـ Repository ديت كده ونقول له هنا Repository Owner image. طب تمام، احنا كده زي الفل. كل اللي علينا بقى اللي احنا المفروض نعمل assign للايمج بتاعت الايمج في دوت عندنا في الكونفيجر سيل. بس ده نعملها ازاي؟ قال لك ده هتعملها عن طريق ان احنا نعمل اكستنشن لليو اي ايمج فيو دوت. ازاي برضو؟ هنروح جايين هنا على السيل بتاعتي، على الفايل بتاعي، ونقول له هنعمل الاول جروب، هنسمي الجروب دوت اكستنشنز. تمام، قال لك تمام زي الفل كده. وجوه الاكستنشنز ديت هنضيف سوفت فايل عادي، هنقول له يو اي ايمج فيو زائد اكستنشن، ممكن نخليها تحديدا يعني زائد يو ار ال اكستنشن عشان تبقى تفصيليه اكتر. ونيجي هنا نعمل اكستنشن لليو اي ايمج فيو. مجرد لو خدت بالك انت، مجرد ما عملت الاكستنشن عمل لك امبورت لليو اي كيت. ولو دخلنا اصلا على اليو اي كيت هنلاقي ان جوه اليو اي كيت في امبورت للفاونديشن، فانت كده بالتالي مش محتاج تامبورت الفاونديشن لان هي اوريدي معمول لها امبورت جوه اليو اي كيت. هنيجي هنا على اليو اي ايمج فيو ونعمل فانكشن جواها نسميها لود. الفانكشن ديت عشان نقدر نلود بيها اليو ار ال، فبالتالي لما نيجي نبص لها هنبص لها اليو ار ال السترنج بتاعي دوت من النوع string. طب الفانكشن دي هتاخد ايه؟ الفانكشن دي بكل بساطة أول حاجة هنتشيك على الـ URL بتاعي، هقول له guard let الـ URL دوت بي equal URL من النوع string وبياخد بالـ URL string. طب غير كده اعمل لي return لو ما فيهاش value. تمام، بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده اروح قايل له الصورة اللي في اللي عندي اللي هو self dot image بت equal image، او ممكن اصلا يعني مش محتاجين دي حاليا، بلاش نعمل ديت، هنخليها ممكن نحتاجها قدام. هقول في ايه برضو، هنيجي هنا اقول له اعمل لي dispatch queue dot global، اقول له dot async. دوت هيخلي الكود الى حد ما اسرع شويه، ومش الكود اسرع، هيخلي الشكل اسرع او البرفورمانس بتاع الفانكشن اسرع معاك، ودي هناخد بالنا لما نيجي نعمل كومنت ليها لما نيجي نعمل run. وهقول له هنا انت عندك، نخلي دي الويك سيلف واقول له ان عشان نحافظ على الميموري مانجمنت بتاعتنا. اقول له اف let للداتا، الداتا دي بتساوي ايه؟ بتساوي تراي. هنا هنعمل تراي كاتش، وهقول له للداتا بتاعتي الداتا دي بتاخد ايه؟ كونتنتس اوف. كونتنتس اوف ايه؟ هو اول حاجه بالك اصلا اليو ار ال بتاعي، فانا هجيب الكونتنت اللي موجود في اليو ار ال دوت. وبعد كده اروح قايل له افلت برضو الايمج بت ايكوال يو اي ايمج، واليو اي ايمج هنا هتاخد ايه؟ هتاخد الداتا، هنقول له داتا وداتا، وبرضو نديها الكوز بتاعها. ناقص حاجه اخيره، ان انا لما اجي اعمل حاجه في الديزاين بشتغل عليها بايه؟ بشتغل بالديسباتش كيو. بقول له ديسباتش كيو بس هنا على المين ثريد عشان دي حاجه لها علاقه بالديزاين او ابديت هيحصل في الديزاين. فاقول له هنا سيلف دوت الايمج بي ايكوال الايمج بتاعتي، يعني الايمج ديت، والسيلف هنا عايده على اليو اي ايمج فيو. انا كده كل حاجه عندي تمام والكود هيشتغل ومش هيبقى فيه اي مشكله. كل ناقص بس اللي احنا هنيجي في الكونفيجر سيل، هنيجي هنا في الكونفيجر سيل وهنيجي نقول هنا guard let image URL بي ايكوال ايه؟ بي ايكوال
الريبوزيتوري اللي انا بصيها دوت الاونر، او الاول نعمل كاش عشان الاونر اوبشنال، نخلي الجارد دي على الاونر الاول. فهقول جارد let الاونر بيساوي ريبوزيتوري دوت اونر else return. حد يقول لي طب انت ليه عملتها على الاونر؟ هقول له ان احنا لو تفتكر احنا هنا عاملين الاونر اوبشنال، يعني عاملينها اوبشنال، فبالتالي لو سبتها كده هيطلع لي ان انا يا اما اعمل لها فورس ان راب، يا اما اديها ديفولت فاليو. فبنستخدم الجارد ليت عشان نعوض حاجه زي كده. نفس الكلام برضو بالنسبه للايمج يو ار ال، فهقول له هنا اونر دوت اونر ايمج else return، وبالتالي بقى عندي كده الفاليو اللي هي الايمج يو ار ال، هقدر استخدمها بكل بساطه في الفانكشن بتاعتي. فهقول له هنا الريبوزيتوري اونر ايمج دوت لود من ايه؟ من ايمج يو ار ال بتاعتي. طب كده تمام، قال لك كده زي الفل. تعالوا كده نجرب نرن ونشوف اللي هيحصل ايه. تمام، هو بس الصور مجهدة شوية. طب ما تيجي نشوف كده احنا ايه اللي غلطنا فيه في السيل. هنيجي هنا نجرب نديها البوتوم بتاعها ونجرب نرن تاني ونشوف اللي هيحصل ايه. اشتغلت عادي ومفيش اي مشكلة، بس هناخد بالنا من حاجة بسيطة دلوقتي. احنا دلوقتي لو ناخد بالنا الصور بتتغير تلقائية، فده كده ممكن يعمل لك أزمة قدام. يعني لو شغال على بروجكت كبير ممكن حاجة زي كده تعمل أزمة. يعني بص الصورة بتتغير، هي بترجع زي ما هي بس بتبدأ تتغير معاك، ودي كيوزر حتى انترفيس أو كيوزر اكسبيرينس مش حاجة لطيفة اللي أنت تشتغل بيها. طب قال لك عشان أعوض حاجة زي كده ممكن أعمل إيه؟ قال لك هنستخدم الكاش عشان نقدر نسيب الايمجز ديت مؤقتا طول ما احنا شغالين على الابليكيشن. وده هيحصل ازاي؟ قال لك هنيجي برضو في نفس الاكستنشن بتاعتنا، ادي الاكستنشن بتاعتي، وهنيجي هنا نعمل حاجه او نعمل جلوبال فاريبل هنسميه الايمج كاش، ونقول له الايمج كاش ده بيساوي ايه؟ بيساوي الان اس كاش، دي الكاش بتاعك، ونقول له دي هتاخد اني اوبجكت وفي نفس الوقت برضو معاها اني اوبجكت، واقول له عندي الفاليوز بتاعتي كده. فخلاص انا كده زي ما اكون عملت initialization او عرفت variable اسمه الايمج كاش. طب بعد كده هنيجي نعمل ايه؟ قال لك بعد الريتيرن ديت في كل مره هتتشيك اذا كان عندي ايمج ولا لا. لو عندي هجيبها من الكاش، طب لو هي مش موجوده هبدا اعرضها من الايمجز بتاعتي. قال لك ده عن طريق هتعمل ايه؟ فلت ايمج بت ايكوال ايه؟ ايكوال الايمج كاش بتاعك دوت الاوبجكت، زي ما اكون بتستخدم بالظبط اليوزر ديفولتس فور كي. هقول له الكي بتاعها هيبقى اليو ار ال سترنج اللي انا استخدمته عندي از ان اس سترنج. تمام، قال لك كده زي الفل. بس طبعا ما ننساش اللي احنا نقول له ايه، ان ديت از يو اي ايمج. وبعد كده نروح فاتحين الكوز بتاعها، وجوه الكوز دوت كل اللي هقوله ان انا هقول له اعمل لي سيلف دوت الايمج بي ايكوال الايمج بتاعتي. تمام، فانا كده بعمل لها initialize، وبعد كده انا مش عايزه يكمل لان خلاص انا هكون ايه خلصت. فهقول له اعمل لي return لان انا هكون عملت set للايمج بتاعتي. ده كده اول حاجه عملتها. طب جوه الديسباتش كيو هل هعمل اي حاجه؟ قال لك اه، انت برضو بعد ما بتيجي هنا في الديسباتش كيو وقبل ما تيجي تعمل اصلا قبل ما تسيت الايمج بتاعتك بتشوف الايمج كاش بتاعتك، فهتقول له هنا الايمج كاش او بتسيف الايمج ديت دوت سيت الاوبجكت فور الكي اللي هو برضو اليو ار ال سترينج، وهنمسح ديت كده. فانا كده عندي هنا بسيفها كيو ار ال سترينج. لا هو ده غلط، احنا المفروض بنسيف، احنا بنسيف ايه؟ صح كده، احنا بنسيف الايمج بنسيفها مع الكي اللي هو اليو ار ال سترينج. هنيجي هنا الايمج الكي بتاعها اللي هو يو ار ال سترينج. دي كانت الغلطة. فتمام، تمام كده المفروض يكون مظبوط. argument type string expected to be an instance of class or class constraint type. المفروض كده هنا set object المفروض يكون مظبوط. image for the key URL string. لو ركزنا شوية هناخد بالنا من حاجة، اللي احنا هنا المفروض بنشتغل ب ns string. فهنيجي كده بكل بساطة نقول له as ns string. بكده المفروض كل حاجة تشتغل تمام ومفيش أي مشكلة.
فايدة الجزء ده ايه؟ لما نيجي نعمل رن كده بيعرض الايمجز عادي. هنيجي نطلع كده برضه هنلاقيه لسه بتتغير. حد يقول لي طب ما كده ايه الفرق؟ هقول له انت لو طلعت كده تاني مفيش حاجه بتتغير، كل حاجه ثابته زي ما هي، عكس في الاول كانت الصور بتتغير لما تطلع وتنزل. هنا لما نيجي نطلع مجرد ما الصوره بتعمل لود ما بتتغيرش تاني. فهنيجي كده نبص على الصور كلها، الصور عملت لود، نيجي نطلع تاني مفيش ولا صوره هتتغير، كله ثابت زي ما هو. لو تلاحظ في فليكسبيليتي وانت بتسكرول الايمجز بتاعتك. طب ما تيجي كده نجرب نعمل كومنت للديسباتش كيو الجلوبال ونشوف اللي هيحصل ايه. وطبعا دي هتبقى سيلف عادية. هتحس ان في تقل شوية وهو شغال معاك، يعني هتحس اه هو شغال بس تقيل شوية معاك وهو شغال. ودي برضو فايدة الديسباتش كيو، عشان كده احنا مستخدمينه هنا. تمام لحد كده. هني برضه نحط هنا علامة الاستفهام عشان ما يدنيش مشكلة. وبكده يكون موضوع الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكالعاده لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشيره مع بقيه زمايلنا. ان شاء الله الكل يستفاد باكبر قدر ممكن. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.